يا حاج نوراس دخيلك، تعالي حطي لنا بيضة. طيب بيضة بيضة، والله الواحد نفسه ياكل يوش البيض. يا رب انصيده. طلع هرب، ما شاء الله. رامبو رامبو العادي، ما شاء الله، بوكل السهم وبطير الحنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا غوالي؟ رجعنا لكم حلقة جديدة من رافت، معكم فراس من قناة 5 دقائق أو 5 مينت. اليوم يا غوالي إن شاء الله مشاريعنا كثيرة، فأول مشاريعنا إن شاء الله بدي أحاول إني أعمل أدوات الغوص. أدوات الغوص طبعا بتساعدني إني أغوص مدة أطول وبنفس الوقت كمان أسرع. فأدوات الغوص حاليا إحنا فاتحين منها الفليبرز أو الزعانف بالعربي. فالزعانف طالبة منا، خلينا نشوف شو طالبة منا. طالبة منا سي ويدز، طحالب بحرية، بدنا 6. وطالبة منا فينجو. فينجو هاي بتوقع هي نعملها من الطحالب البحرية عن طريق الفرن اللي عملناه في الحلقة السابقة. فبتوقع لازم ندوب الطحالب هاي. هاي معي واحدة أنا منها، بدي 5 منها. اوكي اوكي معي طحالب كمية منيحة، هات اشوف كم بقدر ادوب منها. بدي احاول كمان برضو اضبط الرافت كمان شوي واتوسع شوي. حلو، هاي اخذنا بينجو. اوكي ممتاز. خلينا اجرب احط له كمان. اوكي بقدر احط بس واحدة. بحط واحدة واحدة. اوكي طيب حلو، بدي احاول اعمل لي كمان فرن عساس برضو تصير عملية التدويب الماتيريال او المعادن اسرع. بدي احاول كمان اعمل اشياء تانية. حلو، عنا الهينج. اوكي والنيل والبوليت. ممتاز ممتاز. فبدي احاول اعمل برضو هاي الادوات التانية عساس افتح. وكمان على سيرة الادوات بدي احاول اعمل بيردز ناتس اللي هي عشاش الطيور. بتوقع الله العليم انه معي، بس مش عارف اذا خشب بكفي. لا معي. اوكي خليني اجرب اعملها. بدي بالم ليف اللي هي الاوراق هاي، وبدي الجاينت كلام. اوكي خليني اجرب اعملها. اوكي اوراق في معي كثير. حلو، هذا شوي بدي جاينت. اوكي حلو، هيا عملنا عش. اوكي شو اللي صار؟ معي شو صار. اوكي خليني اخزن شوي بس على اساس احط المانجا هون. هات لي هاي. اوكي عملنا حاليا اللي هو البيرد نوتس عش الطيور. بدي احاول اعمل له، خليني اشوف لما نعمل له زي طاوله او اشي هيك نحط عليه بكون احلى وارتب. خليني اشوف ايش ممكن اعمل له. ايش هاي؟ فاونديشن ارمور، اول مره انتبه لها. اوكي هذا شوف هاي. حلوه هاي. اوكي حط لي اياها هون، هات نجرب نحط عليها عش الطير هذا. واو واو ذس very huge، والله كبير. اوكي عملنا له للحنون عش، فبدي اشوف ايش بصير يعني. اوكي تمام. شو وضعنا في الاكل؟ اوكي بدي احاول اعمل لي كمان سميلتر او فرن التذويب. ف بدي ارد اعمل كمان طوب. اوكي عملنا واحده بس بدي كليب. اتوقع لي ما ظل معي. اوكي خلينا احطها. لا خلينا اشوفها، بس خلي الرمل هون. اوكي thank you.
اوكي نهار جديد، خليني اقص واجيب رمل وكليه ضروري جدا. هاكل هذول، نحط هذول كمان. وين يا حنون؟ زمان عنك. تعال جاي، تعال جاي. اوكي بدي زنارة، معيش خشب عشان اعمل صنارة. في هناك خشب صعيد. خلص على الطعم. اوكي شايفين اللي انا شايفه اللي انا بتهيأ لي؟ هي والله عملت بيض عن جد. طلع حلو حلو هيك. لا شوف والله، هي ما عملت ايش؟ لا 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 لا، شو اخذت؟ اخذنا منها ريشي. لا 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 لا، وين البيض يا حجي؟ يا نوراس، يا حج نوراس دخيلك، تعالي حط لنا بيضة. طيب بيضة بيضة، والله الواحد نفسه ياكل جوش البيض. ايش انت يا حنون، بدكش تموت؟ بدكش تموت تريحنا؟ بدكش تموت وتريحنا يا مؤذي، يا مؤذي يا قليل الحياة. والله بس هاي شغلة العش حلوة. اوكي اخر مره راح اقص فيها الان، لانه مواردي خلصت تقريبا، فمضطر انه امشي. خليني اقلب شوي.
وصلنا على 4 كليم، ممتاز. كمان شوي بس وبدي اتحرك. تقريبا اخذنا كل المواد اللي نقدر ناخذها، فمضطر امشي. توكل على الله. اوكي، بدي احاول كمان اعمل طوب. ممتاز، ما شاء الله يا استاذ ما شاء الله، من نص الزورق بشوف هاجم. حلو، عملنا يا شباب الفليبرز او الزعانف، فهذا اشي ممتاز جدا. هيك صار عنا زعانف، فاتوقع انه الزعانف راح تساعدنا كثير في عملية الغطس، فاشي ممتاز جدا هذا. وراح اوكي، مثل ما انتم شايفين يعني ما شاء الله الماتيريال في ازدياد و يعني تحسن كثير كثير، فاشي ممتاز بصراحه. وسعنا كثير مثل ما انتم شايفين. بدي احاول اعمل كمان سميلتر مثل ما حكيت لكم، فخليني اشوف بس ايش بده بالضبط، كم واحدة. اوكي هذا في عندنا منه، بدنا 6. اوكي كم واحدة بس معي اتاكد، واحدة. اوكي في عندنا كمان هون. او ماي جاد، اوكي معنا 4، بدنا 6. لا والله بدنا كثير. اوكي طيب، فضي هاي وكبر. والله في معنا كثير اغراض و بدي اعمل كمان عش لهذا الحنون. خليني اعمل كمان اداة مهمة اللي هي سام. حلو، هذا بدي مسمار. اوكي ممتاز، معي واحد بتوقع. حلو، هيا عملنا قوس، خلينا نجرب بالله نصيده. نو امو، كيف نو امو؟ كيف بدنا نعمل له امو؟ طيب سؤال. ايوه الان فهمت. طيب كيف نصيده؟ طيب وات، طيب مش عارف كيف بصيد صراحة. ايوه هي هرب يا حقير.
أكل السم. ما شاء الله عليك يا أستاذ، ما شاء الله عليك، أكل السم ورا. إيش الهبل؟ لا 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 لا، لو حط لنا بيضة حط لنا إشي. الله، لا، أي، جزاك الخير. طيب أوكي. أيوه، معي 5 أسهم. حلو 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 حلو. طيب خليني أعمل له كمان عيش لهذا الحنون. فكرة ممتازة هاي بصراحة. هاي كمان عش، يلا روح الله دبل لك الدنيا عشان ولا يهمك يا حنون، تأشر ودشر يلا. ها والله لعمل لك كمان طاولة، تكرم تكرم غالي وطلب رخيص. هاي كمان طاولة، يلا روح. دهشت نكسر يعني، بطلت الآن تنكسر. حلو، يعني وضعنا ممتاز جدا بصراحة يا شباب، يعني صار معنا كثير كثير أدوات وأشياء حتى بصراحة من كثر الهاي مش عارفين نوديهن، واحد نسي حاله. أوكي يا رجل، أوكي يا رجل، أي الأكل عندك يا رجال يا رجال، بس الله يهديك. واشرب كمان. يعني الحمد لله وضعنا احسن بكثير كثير، ومثل ما انتم شايفين صار عندنا عشاش طيور، وهي الحنون بيجي بقعد احاول اصيد لكم اياه، يا رب انصيده. طلع هرب، ما شاء الله، رامبو رامبو العادي، ما شاء الله، بوكل السهم وبطير الحنون. على العموم، يعني قصة العشاش حلوة كثير بصراحة، طلعت وسعنا كثير من الرافت، وصار في عندنا كمان هون اعشاش طيور، وصار يعني فعندنا اشياء حلوه كثير بصراحه، صار وتطور ملحوظ يعني كثير. ف ان شاء الله مثل ما حكيت لكم الحلقه القادمه بدي ضروري الاقي لي جزيره على اساس اجيب كمان كليه، على اساس اقدر اعمل اللي هو كمان سملتر. فممتاز يعني اذا عملنا كمان سملتر بصير عندنا 2 من الافران هاي انه ندوب فيها المعادن ونحصل على شغلات كثير ممتازه. خلينا ندوب كمان الكبر المره قبل ما انسى. اوكي، ف يعني لهون بنكون وصلنا تقريبا لنهايه الحلقه. بتمنى انه تكونوا استمتعتوا في هاي الحلقة مثل الحلقات السابقة، وان شاء الله بنراكم في الحلقة القادمة. هاي برضو الحنون هذا كمان مات، خلينا نخلص عليه بالمرة. يلا مع نهاية الحلقة، شكله بده يودعكم يعني، يلا وداعية. اوكي، فان شاء الله ما تكونوا مليتوا مني ومن الرافت، لكن بصراحة للأمانة يعني تقدمنا تقدم حلو كثير، وصار عندنا أدوات كثيرة، وصار عندنا شغلات ممتازة. لهون إن شاء الله بدي أودعكم، وعلى أمل إنه إن شاء الله نلقاكم في الحلقة القادمة. ما تنسوا يا غوالي تشتركوا في القناة اللي مش مشترك، واللي
مشترك، اعطونا رايكم في الفيديوهات هاي، شو رايكم، شو حابين تشوفوا في المرات القادمه. في نهايه الفيديو، في كل فيديو، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.